مساء الخير، حلقة جديدة من شوط إضافي نتابع فيها لثباته على موقفه بدعم القضية الفلسطينية. نادي ماينز الألماني يفسخ تعاقده مع المهاجم أنور الغازي. وفي الحلقة أيضا فلومينينز البرازيلي يفوز بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس بعد تغلبه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين لواحد. أهلا بكم. أعلن نادي ماينز الألماني فسخ تعاقده مع المهاجم الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي لإصراره على التعبير عن تضامنه مع قطاع غزة ودعوته عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي. وأكد ماينز أن عقد اللاعب تم فسخه فورا، ذلك بعد يومين من إعلان الغازي عبر حسابه على انستغرام عدم ندمه على دعم غزة نافيا اعتذاره للنادي. هذا وأصر المهاجم الهولندي الجنسية والمغربي الأصل أنور الغازي أصر على دعمه للشعب الفلسطيني، وذلك في أول رسالة له في أعقاب فسخ نادي ماينز الألماني لعقده بأثر فوري بسبب تعاطفه مع أهل غزة. وفي رده على قرار ماينز كتب الغازي على حسابه في موقع انستغرام: قف إلى جانب الحق حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك. وتابع: خسارة مصدر رزقي لا شيء مقارنة مع الجحيم الذي يشن على الأبرياء والضعفاء في غزة. لكن ماذا قال أنور الغازي في المنشور المطول الذي أدى إلى فسخ النادي الألماني لعقد اللاعب؟ قال: موقفي لا يزال كما هو في البداية، أنا ضد الحرب والعنف وأي شكل من أشكال التمييز، الإسلاموفوبيا، معاداة السامية، الإبادة الجماعية، الفصل العنصري والاحتلال. وأتابع: أنا ضد الظلم ولست نادما على شيء ولست نادما على موقفي، كما أنني لا أنأى بنفسي عما قلته وسأظل متمسكا به حتى آخر نفس من أجل الإنسانية والمظلومين. ولا أعتقد أن شعبا أو دولة فوق المسؤولية ولا فوق القانون الدولي، ليس لدي خيار سوى الوقوف بحزم مع العدالة والشهادة للحق، وسأفعل كل ذلك حتى لو كان ضدي وضد والدي وأقاربي وأحبائي. لا شيء يمكن أن يبرر قتل أكثر من 3500 طفل في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتساءل أيضا الغازي: كيف يمكننا أن نبقى صامتين؟ فبحسب جمعية أنقذ الأطفال يقتل طفل كل 10 دقائق في غزة، هذا يعني مقتل 9 أطفال في 90 دقيقة، وهو وقت مباراة في كرة القدم. وختم أنور الغازي بيانه بالقول، هذا البيان الذي أدى إلى فسخ عقده: أنا ونحن كعالم لا نستطيع أن نبقى صامتين، وعلينا أن نطالب بوقف المجازر في غزة الآن. We'll be right back.
هذا وحظي اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي حظي بتعاطف كبير من المتابعين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فسخ نادي ماينز الألماني عقده بسبب منشوراته المتضامنة مع فلسطين. نقرأ بعض هذه التفاعلات. الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة كتب في حسابه على منصة إكس: اللاعب المغربي وموقفه العظيم، ألمانيا تواصل معاقبتنا على الهولوكوست، كما قلت من قبل كأن هتلر كان فلسطينيا أو مسلما متخفيا. أتحدث عن أنور الغازي الذي فسخ نادي ماينز الألماني عقده بسبب موقفه من حرب الإبادة في غزة. ويضيف أيضا الزعاترة رد بإباء قائلا: قف مع الحق حتى لو ستقف وحيدا، خسارة مصدر رزق لا شيء مقارنة بالجحيم الذي يعيشه الأبرياء والمستضعفين في غزة. أوقفوا القتل. لك تحية أيها الرجل الطيب، وعسى الله أن يكرمك بالخير العميم في الدنيا والآخرة. شاهين كتب أيضا على منصة إكس: تم إنهاء عقد أنور الغازي مع نادي ماينز الألماني بعد ثبات موقفه في القضية، موقف عظيم ومشرف. المستفاد من هذا الدرس أن الغرب مع حريتك المعادية لدينك ووطنك وجعلك خائن وضيع، أما مع قضايا الحق والشرف فليس لك أي حرية أو اختيار. منشور آخر أيضا على منصة إكس لمحمد نصر الله كتب فيه: الدوري أو النادي العربي اللي عاوز يوصل رسالة أقوى من أي بيان لأي وزارة خارجية يبدأ فورا إجراءات التعاقد مع اللاعب أنور الغازي اللي تم طرده من ماينز بعد موقفه من فلسطين. النادي اللي حيتعاقد معه هيضمن دعم الملايين المصحوب بالتقدير والاحترام من الوطن العربي. أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارات عقابية في أزمة مباراة نادي الاتحاد السعودي أمام سبهان الإيراني بدوري أبطال آسيا، وألغيت بسبب ظروف غير متوقعة كما وصفها بيان الاتحاد القاري سابقا. قرر الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي منح نادي الاتحاد نقاط مواجهة سبهان بعدما اعتبر العميد فائزا على النادي الإيراني بنتيجة 3-0 في المباراة، كما تم تغريم النادي الإيراني 200,000 دولار مع خوضه 3 مباريات خارج ملعبه. طبعا ألغيت مباراة سبهان أصفهان الإيراني والاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا والتي كان مقررا إقامتها في 3 تشرين الأول الماضي بقرار من مراقب المباراة بعدما رفض لاعبو العميد النزول لأرض الملعب اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة. الاتحاد الآسيوي حذر سبهان بوجوب إزالة تمثال لقاسم سليماني، هذا هو التمثال الموجود في أرض الملعب، واللافتات أيضا من ملعب نقش جهان في أصفهان في كل المباريات المستقبلية ضمن البطولات القارية، ملوحا بعقوبات أقصى بحال تكرار المخالفة. وبعد هذا الفوز نتيجة القرار الآسيوي تصدر الاتحاد ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط، يليه سبهان برصيد 4 نقاط مساويا مع القوى الجوية العراقي برصيد 4 نقاط، يليه أول ملك الأوزبكي دون نقاط. توج فلومينينزي البرازيلي بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس الأمريكية الجنوبية بعدما تغلب على منافسه بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد ماراكانا التاريخي في ريو دي جانيرو في نهائي البطولة بالموسم الجاري. أحرز جيرمان كانو هدف التقدم للفريق البرازيلي في الدقيقة 36، ثم تعادل لويس أدفينكولا للفريق الأرجنتيني بالدقيقة 72 من اللقاء. في الشوط الإضافي الأول وتحديدا في الدقيقة 99 أحرز جون كينيدي هدف الفوز للفريق البرازيلي الذي حصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه. شارك في هذه المباراة النهائية النجم البرازيلي المخضرم مارسيلو أحد أساطير فريق ريال مدريد والذي حقق كل الألقاب الممكنة مع الفريق الملكي، وطبعا أضاف هذا الإنجاز إلى تاريخه الحافل
بالبطولات، مشاركة فعالة لمارسيلو. فلومينينزي بعد فوزه باللقب ضمن المشاركة ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في السعودية في كانون الأول المقبل، وأبقى هذا النادي اللقب في البرازيل للمرة الخامسة تواليا، وهي سلسلة لم يحققها أي بلد آخر على مدى 64 عاما في هذه البطولة القارية. من المعلومات التي يجب أن نذكرها حول المباراة النهائية وهذه البطولة، حرم الفريق البرازيلي نظيره الأرجنتيني من اللقب السابع ومعادلة الرقم القياسي لمواطنيه إنديبندينتي. إلى الدوريات الأوروبية، تغلب نيوكاسل يونايتد على ضيفه أرسنال بهدف وحيد في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل أنتوني جوردن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، وتقدم بذلك نيوكاسل إلى المركز السادس وفي رصيده 21 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث مؤقتا. هدف نيوكاسل يونايتد، وهو بالطبع الهدف الوحيد في مواجهة القمة، تسبب بجدل كبير خلال المباراة أمام أرسنال في هذه القمة للدوري الإنجليزي الممتاز. من المعلومات التي يجب أن نذكرها أن هذا الهدف جاء طبعا في الدقيقة 64 عبر أنتوني جوردون الذي تابع الكرة من مسافة قريبة في الشباك إثر لعبة مشتركة قريبة جدا من المرمى بين لاعب نيوكاسل البرازيلي جويلينتون ومدافع أرسنال البرازيلي الآخر جابرييل، وتوقف اللاعب طويلا كي يستعين الحكم بتقنية الفيديو للتأكد من صحة ثلاث حالات قبل احتساب الهدف. الحالة الأولى عندما لاحق البديل جو ويليوك بالكرة قبل الخروج من الملعب، حيث بدت وكأنها خرجت بكامل استدارتها قبل أن يلحق بها اللاعب ويرسلها كرة عرضية. هذه الكرة لم تخرج بكامل محيطها كما أشار حكام الفار. وفي الحالة الثانية تم التأكد من عدم وجود خطأ لدى ارتقاء جويلينتون للكرة العرضية، حيث دفع جابرييل قبل أن يسجل جوردون الهدف الوحيد في المباراة. أما الحالة الثالثة فكانت للتأكد من عدم وجود تسلل على جوردون قبل تسجيل الهدف. وبعد التأكد من الحالات الثلاث أعلن الحكم احتساب الهدف دون الرجوع إلى الشاشة الخاصة به، لكن تبقى الحالة الثانية وهي حالة الدفع محل شك كبير. في مباراة أخرى اكتسح حامل اللقب مانشستر سيتي ضيفه بورنموث بستة أهداف لواحد ليعتلي الصدارة مؤقتا. تناوب على تسجيل أهداف اللقاء كل من البلجيكي جيرمي دوكو والبرتغالي برناردو سيلفا بمناسبتين، والسويسري مانويلا كانجي وفيل فودن والهولندي ناثان أكي، في حين سجل الكولومبي لويس سينيرتيس هدف الضيوف ورفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول مؤقتا بفارق نقطة أمام توتنهام الذي يستضيف تشيلسي يوم الاثنين المقبل في ختام الجولة. في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند 6 نقاط في المركز 17. إلى إسبانيا، خطف برشلونة فوزا مثيرا في الوقت القاتل أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدف دون رد على ملعب أنويتا ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني. في الدقيقة 93 أرسل الألماني الكاي غوندوغان كرة عرضية من الجانب الأيسر، سجلها راوخو برأسية قوية سكنت الشباك لتعلن عن فوز برشلونة ونهاية المباراة. وبهذا الفوز رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 27 نقطة متقدما للمركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند النقطة 19 في المركز السادس. حصد العدؤون الكينيون جوائز النسخة 45 لماراثون اسطنبول في فئتي الرجال والسيدات. المنافسات بدأت من الشق الآسيوي للمدينة وانتهت في شقها الأوروبي، وبلغ طول المسار أكثر من 42 كيلومترا، وفاز الكيني بانويل موكونجو بجائزة فئة الرجال. ولدى السيدات فازت العداءة الكينية
بياتيريس تشيبو بالمرتبة الأولى. شارك في المنافسة نحو 45 ألف متسابق من عدة دول. Abi geriye gelsene. Baba çık 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 çık. Çık çık. انتهى شوط إضافي إلى اللقاء.